السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير على خير. فيديو جديد ان شاء الله، جوله نشوفوا مدينه تطوان، واش كاين ناس كيتجولوا في الزرقاء ولا فعلا عملوا بالوصيه وبالنصائح والتزموا في المنازل ديالو. شويه كاين ناس ما خرجوش وكاين اللي خرج، يعني الدنيا ماشي عامره كما العاده، ولكن كاين شويه الالتزام ولكن ماشي كلشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني استودعتك بلادي وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها ربي من الأمراض والأوبئة، وارفع البلاء بحولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ذرياتنا وذرية إخواننا وأخواتنا وذرية أقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، من شر كل نفس إنس وجان، ومن جميع الأمراض والأسقام، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. يا رب اصرف عنا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير.